ينزعون الموت من الأرض ليهدوا الحياة إلى السائرين عليها. هذا ما يفعله عدد من الشباب في إفر من أعضاء منظمة حقول حرة المختصة في أعمال نزع الألغام ومخلفات الحرب. أعضاء منظمة حقول حرة بالتنسيق مع المجلس البلدي إفرن شرعوا في نزع مخلفات الحرب في ضواحي المدينة التي تعاني منذ سنوات من هذا الخطر القاتل. طبعا احنا عندنا منطقة الجبل الغربي كلها اللي هي نشتغل فيها، تشتغل فيها المنظمة بتاعنا. المنظمة بتاعنا تتعاون مع المركز الليبي لإزالة الغام ومخلفات الحروب وبالتنسيق مع المجالس البلدية للمناطق هذه. الهدف متاع المنظمة اللي هو الحفاظ على حياة الأرواح في جميع المناطق اللي كانت فيها اشتباكات، وذلك بالتقليل من الأضرار اللي تمثلها المخلفات هذه على حياة الناس. فريق المنظمة ضم عددا من الفنيين والمختصين في تفكيك وإزالة الألغام ومخلفات الحرب إلى جانب حضور رجال الشرطة ومسعف لحالات الطوارئ. المنظمة تعمل في منطقة جبل نفوسة بالكامل، إذ تتوجه لإزالة مخلفات الحرب والألغام في عدد من البلديات بعد إنهاء عملها في يفرن، لتتوج عملها بالتخلص من هذه المتفجرات بعد انتهائها.